أهلا بحضراتكم معنا مشاهدينا الكرام، وهذه حلقة جديدة من المشهد، ولقاء يوم يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل الأخبار ومتابعة إخبارية تحليلية مفصلة لأهم وأبرز ما جاء في القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتوقف عند أهم وأبرز الكلمات التي جاءت على ألسنة الزعماء والقادة والملوك العرب، وتحديدا كلمة مصر ممثلة في الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، والتعاطي والتعامل المصري مع الأزمة في فلسطين والتطورات المتلاحقة والمتسارعة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة والتحليل نرحب بضيفنا الكريم في هذه المتابعة الإخبارية وهذه الحلقة من المشهد مع معالي السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير يا فندم، وأهلا بحضرتك معنا. مساء النور، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. جزيل الشكر على تشريفك لنا النهاردة وتلبية الدعوة. أهلا بسيادتك معنا. اسمح لنا في البداية نتابع مع سيادتك ومع السادة المشاهدين وهذه الدقائق المعدودة وهذا التقرير التالي حول البيان الختامي وأهم وأبرز القرارات والتوصيات التي خرجت بها القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار على الهواء مباشرة. بلورت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض موقفا عربيا إسلاميا موحدا لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومنع اتساع رقعتها، رافضة سياسات العقاب الجماعي. أهمية القمة تتمثل في عدة أبعاد رئيسية، أولها بلورة موقف عربي موحد للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي تجاوزت الشهر، وهو ما يوازن نسبيا الموقف الغربي عموما والأمريكي خصوصا الداعم لإسرائيل، الأمر الذي يفسر ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف للمدنيين بل والمستشفيات واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني. بعبارة أخرى، تهدف الدول الأعضاء في منظمتي الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي إلى إظهار كيفية التحرك. أما البعد الثاني يتصل بمنع اتساع رقعة الحرب لتشمل تدخل أطراف إقليمية، لا سيما أن هناك تيارا تصعيديا في الشرق الأوسط يعمل على ازدياد الاحتقان وبلورة بيئة إقليمية محفزة لعدم الاستقرار الممتد، وهو ما تعارضه القوى العربية الرئيسية وفي مقدمتها مصر. ومن ثم يتصل البعد الثالث بمواصلة الدعوة لوقف إطلاق النار وليس مجرد التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة، فضلا عن إدخال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية بشكل مستدام إلى أهالي قطاع غزة ودون قيد أو شرط، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين، في حين يتصل البعد الرابع بمعاودة تأكيد تجاوز الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس رؤية الحل السياسي وليس منطق الحسم العسكري، بما يؤدي إلى حل الصراع من جذوره عبر حل الدولتين. القمة العربية والإسلامية هي محاولة عربية وإسلامية جادة لوقف شلال الدم النازف والدمار الجاري في قطاع غزة ووضع نهاية للجرائم الإرهابية وحرب الإبادة الشاملة والجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني وسط غفوة بل غياب كامل للضمير الإنساني والمجتمع الدولي كله الذي فشل في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار. We'll be right back.
أجدد التحية لحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد معالي السفير صلاح الإمام مساعد وزير الخارجية الأسبق. لك التحية من جديد سعادة السفير، وبداية يعني في أي إطار وفي أي سياق تضع أهمية القمة العربية الإسلامية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، وأهم وأبرز ما توقفت عنده من كلمات أو فيما يتعلق بالموقف العربي الموحد تجاه تطور الأوضاع المتلاحقة والمتسارعة والمتشابكة في قطاع غزة؟ لا شك أن هذه القمة بتكتسب أهمية كبيرة في هذا التوقيت، خاصة وأنها تجمع ما يقرب من حوالي 60 دولة، وهذا واقع الأمر أنها جميعها دول عربية وإسلامية، بالقطع لها قوة تأثير بحكم الوزن والتمثيل على مستوى الرؤساء، وما صدر عنها من قرارات وليس مجرد بيان فيه نوع من الإدانة أو التشجب أو خلافه، وإنما هناك قرارات صدرت، قرارات من جانب الرؤساء الدول والحكومات العربية والإسلامية، وما يقرب من حوالي 23 بند، أو إذا سميناهم قرارات أو قرار بيشمل 23 بند. وكلمة قرار تعني أن هناك قدر من الإلزام والالتزام بهذه القرارات، سواء من جانب الدول المعنية أو من جانب الدول التي ستتلقى هذه القرارات لتفعيلها. النقطة الثانية، هذه القرارات أو هذه القمة في الحقيقة يجب أن نعود إلى أساس الذي بنيت عليه. أولا كان هناك قمة إقليمية ودولية للسلام عقدت في القاهرة بناء على دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك في هذه القمة رؤية من جانب مصر تتعلق بكيفية مواجهة هذه التطورات التي شهدتها ليس فقط غزة وإنما أيضا الضفة الغربية في إطار القضية الفلسطينية. وهذه الرؤية كانت بتشمل مسار يتعلق بضرورة وقف القتال أو وقف إطلاق النار، ومسار إنساني يتعلق بإدخال المساعدات، ومسار آخر سياسي يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية. وفي نفس الوقت كان هناك تأكيد على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كان ذلك بالتهجير القسري أو النزوح القسري أو ممارسة العقاب الجماعي، وأيضا العمليات العسكرية التي قامت بها إسرائيل في مواجهة حماس بدعوى أنها منظمة إرهابية وبالتالي لا حق الدفاع عن النفس. هذه النقطة يجب أن نشير إليها في البداية، وهي أن حق الدفاع عن النفس شرعيا ليس لسلطة الاحتلال هذا الحق، فبالتالي بيسقط هذا الحق في مواجهة مقاومة فلسطينية أو مقاومة مشروعة من جانب أي منظمة مقاومة، وبالتالي حق الدفاع عن النفس أصبح ليس لدى إسرائيل أي حق في الادعاء به. تمام. وبالتالي أصبح هو عدوان وليس مجرد هو مقاومة. عدوان بطبيعة الأحوال لأنها دولة احتلال في المقام الأول، وبالتالي لا مجال أن نتحدث عن يعني أو تتحدث إسرائيل عن نفسها أن ما تفعله من ممارسات وانتهاكات وحشية واتباع سياسة الأرض المحروقة من أجل الدفاع عن نفسها، لأنها بالأساس كيان غير شرعي. فيما يتعلق بالجزئية الأولى اللي حضرتك ذكرتها في بداية كلماتك بأن هذه القمة من وجهة نظرك أنها قمة جادة بشكل كبير تجاوزت فكرة الإدانة أو الشجب أو الاستنكار، تتحدث عن قرارات بعينها. هذه القرارات نود التوقف عندها بشيء من التفصيل، وتتحدث عن أن هذه القرارات هل بالإمكان أن تكون ملزمة بالجانب الإسرائيلي في المقام الأول؟ هل الدول العربية والدول الإسلامية يملكون من الأدوات ومن الآليات ومن وسائل الضغط ما يؤهلهم للضغط على إسرائيل لإثناءها عن هذه الانتهاكات ووقف إطلاق النار؟ نحن لا نتحدث عن هدنة إنسانية مدتها 3-4 أيام، ولكن نتحدث عن وقف إطلاق النار لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من نيران الكيان الصهيوني. طيب، يعني خلينا في البداية نتحدث عن طبيعة هذا الصراع القائم. وجهة النظر المصرية، وأعتقد هذه أيضا وجهة النظر تقريبا في المجتمع الدولي وخاصة في هذه القرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية،
هي ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وبالتالي رفض تصفية القضية ما بين التسوية وما بين التصفية. من هنا جاءت قرارات هذه القمة تؤكد على تسوية القضية الفلسطينية في ظل التطورات التي شهدتها القضية سواء في الضفة الغربية ثم استكملت في قطاع غزة. ما شاهدناه في الضفة الغربية كان هناك محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ما نسميه إرهاب الدولة. اسم إسرائيل بتمارس إرهاب الدولة، بيتمثل وبيتجسد في بناء مستوطنات، تفرقة عنصرية، فصل عنصري، تهويد القدس، الاعتداء على الأماكن المقدسة، هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين. كل هذا هو نوع بيمارس في ظل قوة الاحتلال سواء من خلال المستوطنين المسلحين أو من خلال الجيش الإسرائيلي بحكم ما لدى سلطة الاحتلال من قوة عسكرية بتمارسها مخالفة للقوانين الدولية. حتى أن هذه القمة العربية الإسلامية أشارت في إحدى البنود في القرار الصادر عنها إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين ووضع منظماتهم وجمعياتهم على قائمة الإرهاب. إذن هذا الإرهاب الذي يتم اتهام به حماس إسرائيل تمارسه من قبل، وهذا الاتهام الذي يوجه إلى حماس هو اتهام ليس له أساس لأنها مقاومة مشروعة. بل في إحدى البنود الصادرة عن هذا في هذا القرار بتتحدث عن قوة المقاومة أو قوة المقاومة الفلسطينية تتحد وتندمج أو تدخل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية في إطار شراكة. هذا الأمر لمواجهة الادعاء بتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة إسرائيل أن تدخل إلى القطاع وتستولي عليه وتفرض إدارته تفرض إدارتها عليه أو أي مشروعات أخرى من شأنها تغيير الهيكل الديموغرافي في الضفة الغربية كما جرى أو في ما يجري الآن في غزة. تمام. طب سعادة السفير، يعني بما أننا لسنا في المدينة الفاضلة وأن المعايير دائما لا تتجه إلى إنصاف الحق والعدل، يعني بعيدا عن التصنيفات للفصائل الفلسطينية وحتى لا نختزل القضية الفلسطينية في حماس، يعني الدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتعامل مع حماس بأنها منظمة إرهابية، بعيدا عن هذه التصنيفات نحن نتحدث بالأساس عن إنقاذ شعب أعزل، إنقاذ الأطفال وإنقاذ النساء من نيران القصف ومن الإبادة الجماعية ومن استباحة الأرض والعرض واستباحة الأخضر واليابس. هذه الأمور وهذه المعطيات الإنسانية، وإن كان العالم لا يحكم من منظور إنساني ولكنها لابد أن تتصدر المشهد بعيدا عن التصنيفات إذا كانت مع أو ضد بعض الفصائل الفلسطينية. طبعا عشان نصل هذه النقطة لابد أن نسقط الادعاءات الإسرائيلية والغربية تمام. بأن ما تقوم به حماس هي عملية إرهابية، وبالتالي هناك الهدف اللي يسعوا إليه هو تصفية حماس وإنهاء وجود حماس، وهو أمر في واقع الأمر ليس واقعيا. إذا انتهت حماس اليوم ستخرج 10 حماس غيرها نتيجة هذه الممارسات الغير إنسانية وما تم من محاولات عقاب جماعي وتهجير قسري وإبادة جماعية، رد الفعل سيكون غير ذلك تماما. أما فيما يتعلق بكيفية مواجهة هذه الادعاءات أو الممارسات والسياسة والنهج الإسرائيلي المدعوم بطواطؤ غربي وخاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، فطبعا أعتقد أن البيان الصادر بمجموعة من القرارات عالج كل النقاط بشكل تقريبا شامل وكامل، وانا اعتبر ان هذا القرار يعتبر قرار جيد بما تضمنه من بنود. فهناك اولا ادانه للعدوان، اول بند فيه هو ادانه لما قامت به اسرائيل واعتباره عدوان اجريشن، وبالتالي هذا العدوان لابد ان يكون له مواجهه. النقطه الثانيه ان هذا التصرف من جانب اسرائيل ليس حقا في الدفاع الشرعي، لان الدفاع الشرعي ليس من حق دولة الاحتلال. صحيح. وبالتالي كان هناك رفض من جانب المجتمع
المؤتمر، واعتقد ان هذه النقطه يمكن اشار اليها السيد الرئيس في حديثه اكثر من مره وفي كلماته في صحيح. هذا الجمع. طب اهم وابرز ما توقفت عنده في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ مؤتمر قمه القمه الاقليميه والدوليه للسلام كان هناك خط اساسي وثابت يتعلق بمسارات كيفيه مواجهه هذه الازمه سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة بمسارات ثلاث: مسار يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار، مسار آخر يتعلق بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بدون قيد أو شرط، ومسار سياسي يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد كان هناك موقف قوي وحاسم تم فيه وقد الحديث عن التهجير القسري، النزوح القسري، الهجرة الجماعية، وقف العقرب الجماعي، ووقف العمليات العسكرية ووقف الحصار المفروض على قطاع غزة، وهدم المستشفيات وقتل الأبرياء. كل هذه الأمور تجمعت في إطار الموقف الإنساني الذي يتحتم معه إدخال جميع المساعدات دون قيد أو شرط. هنا يمكن الحديث عندئذ عن الإفراج عن الرهائن باعتبار أنه أمر يجب أن يكون في الاعتبار حتى تتوقف هذه العمليات العسكرية. هذه الرؤية أو هذا التصور كان يمكن أن نسميه في إطار هذا المؤتمر الخاص بالمؤتمر الإقليمي والدولي أنه مسار يدعو إلى السلام. كان بيواجهه أيضا مسار آخر من جانب الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة تتحدث عن استمرار الحرب ولكن في إطار هدن إنسانية. الهدن الإنسانية لا تحقق الأمن والاستقرار ولا تحل المشكلة، بالعكس. صحيح. الهدن الإنسانية معناها أن نتوقف فترة لإدخال المساعدات ثم نبدأ الحرب تاني فتزداد الخسائر المادية والبشرية، نحتاج إلى إدخال مساعدات أخرى. هذا الأمر يعني أننا في حلقة مفرغة ما بين الحرب وما بين الهدن، وهو أمر يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع ويخرج عن الفارق ما بين إسرائيل. صحيح. وبين حماس. هذه الرؤية التي طرحها السيد الرئيس بأنه يجب وقف التصعيد، يجب وقف الحرب، يجب إدخال المساعدات، يجب أن نتوصل إلى حل سياسي. وأعتقد هذه الرؤية انعكست بشكل واضح في مؤتمر القمة العربي الإسلامي. ولو بحثنا كافة البنود سنجد أن هذه المسارات موجودة، بالإضافة إلى مسار آخر تم إضافته وهو المسار الخاص بإعادة البناء والإعمار، وأيضا المسار الخاص بأن تدخل قوى المقاومة المختلفة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تكون هناك شراكة ومسؤولية مشتركة، وأنهم يتولوا كافة الأراضي الفلسطينية من حيث المسؤولية دون أن يكون هناك أي طرف سواء من جانب إسرائيل أو أي طرف خارجي يتعلق بممارسة أي دور على هذه الأرض. تمام. طب معالي السفيرة، فيما يتعلق بالموقف المصري وكلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في هذه القمة أو في التصريحات السابقة فيما يتعلق برفض النزوح والتهجير القسري للفلسطينيين، وأنه تحدث تحديدا على أنه لابد ألا تصفى القضية الفلسطينية لأنه لا توجد أرض بلا شعب، هناك خيط رفيع ما بين يعني استضافة مصر لعدد كبير من الأشقاء في الدول العربية سواء من أهلينا في سوريا، في العراق، في اليمن، في ليبيا، حتى يعني بعض المتواجدين من فلسطين، وما بين تصفية القضية الفلسطينية لابد أن يكون الفلسطينيون مرابطون على أراضيهم حتى لا يتركوا الأرض للكيان الصهيوني الغاصب، وبالتالي هذه الجزئية تحتاج إلى قدر من الإيضاح. الوضع في ما بين إسرائيل وفلسطين هو صراع ما بين دولة احتلال وما بين أصحاب الأرض وما بين أصحاب الدولة الفلسطينية، فهو لا هو صراع ما بين طرفين، محتل ودولة احتلال، محتل ومن يريد أن يصبح له دولة وكيان خاص به، أما الآخرين فهو صراع في إطار حرب أهلية داخل دولة، والصراع ما بين أطراف في الداخل وليس ما بين عملية حركة مقاومة واحتلال. هذا فرق واضح ما بين الجانبين. محاولة التهجير القسري أو النزوح القسري هذا يتعارض مع القانون الدولي والقانون الإنساني، لأن التهجير القسري
معناه أنه يلجأ إلى دولة في الجوار، وهذه الدولة في الجوار دولة ذات سيادة لها حدود، وتواجدهم على هذه الأرض بهذا التهجير سيزيد من المشكلة ويعقدها، لأن الطرف الآخر لن يكون في مأمن ولن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، بل بالعكس هذا قد يوسع من إطار الصراع، ويكون هناك فرصة لدخول أطراف أخرى بدلا من أن تسوية القضية. إذا نحن أمام وضع مختلف لا يمكن في المقارنة ما بين ما تواجد إخوة سودانيين أو سوريين أو خلافه، لأن الصراع في هذه الدول كان صراع داخلي، وكان هناك ظروف استثنائية ما بين فئات أو صراعات داخلية. أما نحن الآن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية هي سلطة احتلال، وتحاول أن تفرغ القطاع وتفرغ الضفة الغربية من سكانها بحيث يحصل نوع من التغير والثقل الديموغرافي، وتصبح هذه الأراضي جميعا تبع إسرائيل من خلال بناء مستوطنات ومن خلال إقامة مناطق عازلة. صحيح. على النحو الذي يمكن أن تكون إسرائيل دولة يهودية وينتهي حل الدولتين في مثل هذه الحالة. طب اتباع يعني سياسة الإبادة الجماعية وسياسة الأرض المحروقة وهذا التعالي من قبل الكيان الصهيوني، وهي تتعامل بهذا التعالي وفقا للدعم الأمريكي والغربي أيضا الغير حقيقة محدود، إذا ما هو السبيل من وجهة نظرك في الوقت التي تتعامل فيه إسرائيل بأنها فوق المساءلة وفوق المحاسبة وفوق القانون؟ ما هي يعني أفق الحل مع هذه الغطرسة الصهيونية التي نحتاج أن نقودها ونوقف هذه الغطرسة التي تترجم لذبح وقتل ومجازر إنسانية وانتهاكات لا تعد ولا تحصى؟ نحن بحاجة الآن إلى تدخل عاجل وسريع لإنقاذ الأبرياء. هو طبعا التدخل العاجل والسريع مرتبط بموقف المجتمع الدولي و التنظيم الدولي الخاص بالأمم المتحدة، سواء ممثلا في مجلس الأمن أو ممثلا في الجمعية العامة أو ممثلا في الهيئات القضائية للتنظيم الدولي مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وهناك قرارات في هذا الشأن وردت في البيان. أولا السيد الرئيس تحدث عن ضرورة يعني محاكمة من ارتكب مخالفات تتعلق بالجرائم الحرب والجرائم الإنسانية، والمخالفات التي أيضا مرتبطة بعدم احترام المواثيق والقرارات والقوانين الدولية، توثيق هذه الجرائم والتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا هناك منظمات إقليمية ودولية تعني بالشؤون الإنسانية، وهذه المنظمات تم توثيق هذه الإجراءات. هناك أيضا منظمة التحرير لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية. يمكن هناك بند يتحدث عن استكمال الإجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك آلية تم تشكيلها من جانب هذا المؤتمر من وزراء خارجية 8 دول منهم مصر والسعودية والأردن وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا. وهذه الدول 8 دول مهمتهم هو بلورة موقف دولي يدفع نحو وقف إطلاق النار، ثم أيضا عقد مؤتمر للسلام لتسوية القضية الفلسطينية، باعتبار أن هذه التسوية تنهي الأزمة تماما ويعود الأمن والاستقرار إلى المنطقة. هذا التحرك بالطبع سيتجه إلى الدول المعنية أساسا بدعم إسرائيل وهي الولايات المتحدة والدول الغربية. هناك أيضا قرار يتعلق بضرورة وقف أي إمدادات بالأسلحة والذخائر. وهذا أمر يعني أنك بتوجه رسالة إلى الدول الغربية وخاصة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر. هناك أيضا دعوة لضرورة احترام القوانين الدولية الخاصة بالمجال بالأوضاع الإنسانية. هناك حديث عن كسر الحصار الإنساني المفروض على غزة، واعتقد كان هناك تساؤل ما هي الآلية. يعني انا اعتقد ان الآلية المسارات التي اشرت اليها، هناك كل مسار له آلية. صحيح. كما اشرت ربما المسار الإنساني لم يكن له تلك الآلية بشكل واضح، لكن بالأمس سمعنا ان الأردن على سبيل المثال قامت بإنزال أدوية ومساعدات الى قطاع غزة مرتين. هذا يعني
هو إذا انكسر هذا الحصار بمثل هذا الإجراء. أنا لا أتصور أن إسرائيل ستقف في مواجهة مثل هذا الإنزال، وإلا تعتبر جريمة يعني غير مسبوقة في التاريخ. فأنا أعتقد أن وما يحدث الآن أيضا يعني حرب غير مسبوقة بطبيعة الأحوال يعني. إنما هذه الجزئية تعتبر حالة صارخة جدا لو تم مثل هذا الأمر، لأن الأوضاع الإنسانية حقيقة في غزة مأساة غير مسبوقة، استهداف المدارس والمستشفيات والأطفال والحصار المفروض والتجويع، سواء منع الأدوية والمياه والكهرباء. عشان كده حقيقة الجهود المصرية الحثيثة تسير في مسار مش فقط إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والعلاجية، وإنما وقف إطلاق النار في المقام الأول حتى تستطيع إدخال المساعدات، حتى نستطيع الحديث فيما بعد عن إعادة الإعمار ومن المنوط به هذه المهمة أو هذه المسؤولية التي ربما تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية إن توفرت الإرادة الخالصة والرغبة الحقيقية لإنقاذ أهالينا في فلسطين. حضرتك، هو وقف إطلاق النار هو مفتاح حل هذه الأوضاع المتدهورة. عندما يتم وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل دائم ومنتظم، ويتم الإفراج عن الرهائن، هي صفقة ممكن أن تتم في نفس التوقيت. لكن فيما يبدو أن الهدف الإسرائيلي ليس ذلك، إنه يتجاوز هذا الأمر في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. بالذات في بداية حديثي قلت لحضرتك أن الصراع ما بين التسوية والتصفية. هل هناك رغبة حقيقية لدى القيادة الإسرائيلية في أن يتم تسوية القضية الفلسطينية، ولا الرغبة لديها تصفية القضية الفلسطينية؟ الرغبة لديها حتى هذه اللحظة هو تصفية القضية الفلسطينية، لأن موضوع الرهائن من الممكن التوصل إلى تسوية اللي هو إطلاق سراح الرهائن، وهو بند وجد في قمة العربية الإسلامية، إطلاق سراح إطلاق الأسرى سواء من الجانبين، ما بيتكلمش حتى عن جانب واحد، بيتكلم عن الجانبين. فإذا كان تم وقف إطلاق النار وتم إدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن من الجانبين، أعتقد هذا أمر ممكن لو كانت النية لدى إسرائيل هو أن تسوية القضية الفلسطينية وليس تصفية القضية الفلسطينية بما تقوم به من محاولة لتهجير قسري ونزوح قسري. صحيح. وإبادة جماعية وعقاب جماعي وهدم المستشفيات وقتل الأبرياء، كل هذه الأمور تبين أن النية الحقيقية لإسرائيل ليست تسوية القضية وليست التعايش في إطار حل الدولتين، وإنما هي تسعى لتصفية القضية وأن تكون هناك دولة إسرائيلية وتتم إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم. بس يمكن يا سعادة السفير يعني تأكيدا واستكمالا لما ذكرته من كلمات، أنه القضية تجاوزت فكرة الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين عند حماس، لأنه لو إسرائيل بتتكلم على مجموعة من الرهائن أيا كان عددهم أو الأسرى من القادة الإسرائيليين، احنا بنتكلم في المقابل عن شعب كامل بيباد، ففي خلل أو يعني ما فيش حقيقة يعني مساواة ما بين أعداد الرهائن أو الأسرى الإسرائيليين، وفي المقابل نحن نتحدث عن شعب أطفال وشيوخ ونساء يبادوا يوما بعد الآخر أمام تخاذل المجتمع الدولي. إذن الأمر تجاوز فكرة الرهائن والأسرى. هو ده حقيقي، وهذا ما أشرت إليه. يعني حتى تصريحات نتنياهو هو أن إسرائيل ستدير قطاع غزة، هو بيتكلم الآن عن أن إسرائيل ستدير قطاع غزة، ولن يكون هناك حماس، ولن يكون هناك منظمة التحرير الفلسطينية. فإذا المسألة أصبحت واضحة، المسألة ليست مسألة إعادة الرهائن، وإنما هو المسألة هو الاستيلاء على غزة، وربما بعد ذلك بناء مستوطنات كما جرى في الضفة الغربية وما يجري حتى الآن في الضفة الغربية. صحيح. هناك إجراء لبناء مستوطنات وهدم مناسب، وحماس ليست في الضفة. إذا الفكرة يعني عدم، يعني من المهم حقيقة التأكيد على عدم اختزال القضية الفلسطينية في قطاع غزة وعدم اختزال القضية الفلسطينية في حركة حماس. يعني ما قامت به حماس من محاولة للرد على انتهاكات الأماكن المقدسة، أعتقد ليس هذا هو السبب الوحيد. السبب هو أساسا تراكم الممارسات الإسرائيلية على مدى عقود في الضفة الغربية. صحيح. سواء ببناء المستوطنات، الفصل العنصري، التمييز العنصري، يهودية، تهويد الدولة، تهويد القدس، كل هذه الأمور جاء آخرها الاعتداء على الأماكن المقدسة في محاولة
لخلخلة الثقل الديموغرافي للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتستكمل الآن بما تجريه الآن في الضفة في القطاع غزة، تحت دعوة أن العملية التي قامت بها حماس منظمة إرهابية، وأنه يجب استعادة الرهائن قبل إنهاء الحرب أو قبل وقف إطلاق النار. هذا الأمر يعني تماما أن النية من جانب إسرائيل ليست مجرد إنهاء حماس واستعادة الرهائن، وإنما الأمور تصل إلى ما بعد ذلك. صحيح، يعني إسرائيل عن أي إرهاب يتحدثون؟ يعني ربما تابعنا تصريح المدعو إلياهو وهو وزير الثقافة أو الأثار أو التراث في إسرائيل، اللي هو حقيقة هو مش مكتفي بالإبادة الجماعية، ومش مكتفي باتباع سياسة الأرض المحروقة، ومش مكتفي بالمجازر والمذابح، ولكنه شايف أنه التعامل مع الأمر لابد بإلقاء القنبلة النووية على الفلسطينيين. يعني عن أي إرهاب وتطرف يتحدثون، وكيف فتنظر إلى هذه التصريحات الفجة المتطرفة، وفي المقابل المجتمع الدولي يتلقاها بمنتهى الأريحية؟ يعني لا، في كثير من المجتمع الدولي استنكر، وطبعا يمكن ما هو استنكار لا يغني ولا يسلم من جوع، وانتقد يعني وانتقد بشدة، واتخذ وطلب باتخاذ إجراءات ومواقف في كثير من بعض الدول، وهناك مظاهرات واحتجاجات حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى داخل إسرائيل وأعتقد كل هذه المظاهرات يعني تعد رصيد لدعم القضية الفلسطينية ولما صدر عن المؤتمر من قرارات. طبعا استخدام السلاح النووي أو التهديد باستخدامه من جانب إسرائيل ومن جانب هذا الوزير، يعني بالتأكيد أن لدى إسرائيل سلاحا نوويا، وهي كانت تنكر ذلك من قبل، فأصبح هناك تأكيد بذلك، وبالتالي يتعين اتخاذ إجراءات تجاه هذا الأمر مع وكالة الطاقة الذرية، وأيضا تجاه في إجراءات تجاه مجلس الأمن، خاصة أن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية منع الانتشار النووي، وهناك مشروع يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وخلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. فأعتقد كل هذه الإجراءات تؤخذ في الاعتبار، وأعتقد مرة أخرى أؤكد على أن البيان الصادر من القمة العربية الإسلامية، وهي قرارات، أؤكد تاني على أنها قرارات لها القوة ولها الوزن والتأثير، وصادرة عن مجموعة من الدول تصل لحوالي 60 دولة لهم الوزن والثقل فيما يتعلق بمجريات الأمور الإقليمية والدولية، وأنشأت آليات لكل مسار من المسارات التي أشرت إليها، وأعتقد أن هذا أمر جيد. تمام، أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر معالي السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. أشكرك شكرا. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.